أهلا بيكم تابعين قناتي قناة مصر الآن، من عجائب وغرائب المصريين، منزل مبني حول نخلة. يقول صاحب هذا المنزل: النخلة من رائحة والدي وحافظت عليها واحتضنتها بمنزلي، ويؤكد: النخلة عندي أهم من البيت ومحدش يقدر على تمنها. في مشهد غريب من نوعه، شقت نخلة منزلا بشكل كلي حيث نمت جذورها في قاع المنزل وامتدت سيقانها من قلبه ليلامس فيها السماء، متجاوزة بذلك سطح المنزل، وذلك بمدينة سلسيل بمحافظة دقهلية. رحلة طويلة اجتازتها النخلة ساكنة المنزل والتي يزيد عمرها عن 50 عاما، حيث رسمت لنفسها تصميما هندسيا جديدا على الإطلاق حتى أصبح المنزل يطرح بلحا. وقال السيد بدوي صاحب المنزل ومصممه: إنه منذ طفولته وهو يحب النخيل، خاصة وإنه نشأ في منزل يهتم بزراعة ورعاية النخيل، مضيفة أن هذه النخلة بالتحديد زرعها والده في نفس عام ولادته، وهو سبب اعتزازه بها حتى وقتنا هذا. دي نعمة من نعم ربنا وخير من خيراته، هكذا عبر صاحب المنزل عن وجود نخلة بقلب منزله، فقال: النخلة عزيزة علي لأنها من رائحة والدي، وهذا هو سر احتفاظي بها حتى وقتنا هذا، بالرغم من الضرر التي سببته لي أثناء قيامي باستكمال بناء منزلي، مشيرا إلى أنه كان يبني دورا بالمنزل كل 6 سنوات بسبب أن النخلة تنمو سنويا بمقدار 60 سنتي، ودور المنزل يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار، ولذلك كان ينتظر حتى يزداد طول النخلة عن ارتفاع سقف الدور الجديد ليتمكن من بنائه. وأشار السيد محمد إلى أن هو من وضع تصميم المنزل وقام بتنفيذه بهذا الشكل ليحافظ على النخلة التي زرعها والده منذ أكثر من 50 عاما ويحتضنها بمنزله. لافتا إلى أن قراره ببناء المنزل حول النخلة كان الحل الأنسب والوحيد ليحافظ على حياة النخلة لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنها لا يصلها كمية كبيرة من الماء، مما يجعلها عرضة للاقتلاع في أي وقت، مؤكدا على أن المنزل بمثابة حافظ للنخلة. وفي نهاية الفيديو، لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.